الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. تهجي الآية 21 و22 من سورة الحشر. انتبه، لام فتحة لا واو سكون حرف لين لو، حروف اللين الواو والياء، إذا كان الحرف اللي قبلهم مفتوح يبقى نعلم أن هذا اسمه حرف إيه؟ حرف لين. لو همزة فتحة آ نون سكون مع الإخفاء، زاي فتحة زا أن زا، لام سكون مع الإظهار المطلق أنزل، نون فتحة ناء أنزلنا، ألف سكون مضى طبيعي أنزلنا، لو أنزلنا لو أنزلنا، هاء فتحة هاء، ألف صغيرة مضى طبيعي ها، ذال فتحة ذا هذا، ألف سكون مضى طبيعي هذا هذا هذا، لو أنزلنا هذا. همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ باب الفتح، لام سكون قمرية مظهرة. لو أنزلنا هذا ال هذا ال هذا ال هذا ال، هي دي بقى همزة الوصل، ما نقولش هذا ال، هذا ال خطأ، هذا ال هذا ال هذا ال. قاف ضمة قو القو، لو هبدأ بيه أبدأ بهمزة الوصل عادي مفتوح. القو، راء سكون مع التفخيم القر، همزة فتحة آ القر آ، ألف سكون مضى طبيعي القرآن، نون فتحة ناء القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن، عين فتحة عاء لام فتحة لاء على، ألف صغيرة مضى طبيعي على، جيم فتحة جاء باء فتحة باء جابا، لام كسرتين مع الإدغام من غير غنة في اللام المشددة مع الفتح، لام كسرتين مع الإدغام من غير غنة في اللام المشددة مع الفتح. جبل الله جبل الله جبل الله، راء فتحة راء لراء، همزة فتحة آ لراء، ياء سكون حرف لين لرأي، تاء فتحة تاء لرأيت، هاء ضمه لرأيته، واو صغيرة مد صلة صغرى لرأيته لرأيته لرأيته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، خاء فتحة خاء، ألف صغيرة مضى طبيعي خا، شين كسرة شي خاشي، عين فتحتين مع الإدغام بغنة في الميم المشددة مع الضم، خاشي عمو خاشي عمو خاشي عمو، تاء فتحة تاء متاء، صاد فتحة صاء متاء صا، دال شدة كسرة متصدي متصدي متصدي، عين فتحتين مع الإدغام بغنة في الميم المشددة مع الكسر، متصدي عمي متصدي عمي متصدي عمي متصدي عمي متصدي عمي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا مي، نون سكون مع الإظهار الحلقي من، خاء فتحة خاء من خاء، شين فتح شين سكون مع التفشي خش خش خش، الصوت اللي بعمله ده هو اسمه التفشي خش، ياء فتحة ياء خشية، تاء كسرتي خشيتي، اسم الجلالة لا يتهجى تأدبا مع تركيك اللام لأنها جاءت بعد حرف مكسور، خشيات الله خشيات الله خشيات الله. ما معنى الجيم اللي هي على اسم الجلالة ديت؟ معنى جيم جواز مستوى الطرفين، يعني يجوز الوقف ويجوز الوصل، كلاهما كلاهما ايه صحيح. واو فتحة واتي، تاء كسرة واتي، لام سكون مع الإظهار المطلق وتلك، فتحة ك وتلك وتلك وتلك، همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ باب الفتح، لام سكون قمرية مظهرة، وتلك ال وتلك ال وتلك ال، ايه همزة الوصل جت تاني، ما نقولش وتلك ال خطأ، وتلك ال وتلك ال، همزة فتحة آ وتلك ال آ، ميم سكون مع الإظهار الشفوي، وتلك الأمثاء فتحة ثاء، وتلك الأمثاء، ألف صغيرة مضى طبيعي، وتلك الأمثاء، لم ضمل، وتلك الأمثال، وتلك الأمثال، وتلك الأمثال،
وتلك الأمثال، بننبه تاني على الخطأ، إننا الخطأ نقول إيه وتلك الأمثال، وتلك الأمثال لا، وتلك الأمثال، وتلك الأمثال، نون فتحة ن ضاد سكون مع الاستطالة، نض راء كسر ر نضري، باء ضم بو نضرب، هاء فتحة هاء نضربها، ألف سكون مد طبيعي وقفا ووصلا، نضربها نضربها نضربها، لام كسرة لي، لام سكون شمسية مدغمة في النون المشددة مع الفتح مع الغنة في النون، وغنة ميما ثم نونا شددا، وسم كل حرف غنة بدا، نضربها لنا، ألف سكون مد طبيعي لنا، سين كسرة سي للناس، لام فتحة لا، عين فتحة عاء لا عاء، لام شدة فتحة لعل، هاء ضمه لعله، ميم سكون مع الإظهار الشفوي لعلهم لعلهم لعلهم، ياء فتحة ياء، تاء فتحة تاء يتا، فاء فتحة فاء يتفا، كاف شدة فتحة يتفكى، راء ضمروا يتفكروا يتفكروا، واو سكون مد طبيعي يتفكروا، نون فتحة ناء يتفكرون، نقف عليها مد عارض للسكون يتفكرون يتفكرون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هاء ضمه واو فتح واء هو اسم الجلالة، لا يتهجى تأدبا مع تغليظ اللام لأنها جاءت بعد حرف مفتوح، هو الله هو الله، همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتح، لام شدة فتحة هو الله الله، ذال كسرة زي الذي، ياء سكون مد طبيعي الذي، هو الله الذي، لام فتحة لا، ألف مد جائز منفصل لا، همزة كسرة إي، لام فتحة لا إلى، ألف صغيرة مد طبيعي إلى، هاء فتحة هاء إلها، همزة كسرة إي، لام شدة فتحة إلا، ألف سكون مد طبيعي إلا، هاء ضمه واو فتحة واء هو، نقف عليها بالسكون هو إلا هو، لو هقف عليه بسكن الواو، طب هوصلها إلا هو، ما معنى صلي إلا على كلمة هو ديت، يعني الوصل أولى مع جواز الوقف، إننا نوصلها يعني بما بعده، ولو أنا نفسي قصير ممكن أقف عليها مفيش مشاكل، هو الله الذي لا إله إلا هو، عين فتحة عا، ألف صغيرة مد طبيعي عا، لام كسرة لي عالي، ميم ضمام عالم، همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتح، لام سكون قمرية عالم عالم، ضع إصبعك عليه عالم، أو همزة الوسط جت تاء، ما نقولش عالم ال، عالم عالم، غين فتحة غا الغا، ياء سكون حرف لين الغي، باء كسرة بي الغيب، عالم الغيب عالم الغيب، واو فتحة وا، همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتح، لام سكون شمسية مدغمة في الشين المشددة مع الفتح، والشا هاء فتحة هاء والشا هاء، ألف صغيرة مد طبيعي والشها دال فتحة دا والشهادة، تاء كسرة والشهادة، نقف عليها بالهاء، أي تاء مربوطة نقف عليها بالهاء، والشهادة والشهادة، معنى صلي اللي على كلمة الشهادة يعني الوصل أولى مع جواز الوقف، هنا أفعلي والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم،
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.